مساء الخير، اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من الحياه. اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل الى البحرين للمشاركه في اجتماعات القمه العربيه رقم 33. زي ما حضراتكم عارفين تعقد القمه غدا، زي ما حضراتكم عارفين ايضا ان وزراء الخارجيه العرب في انعقاد مع جامعه الدول العربيه، دي جلسات للاعداد لهذه القمه ومناقشات منذ الامس بشكل رسمي. مصر هتركز في ايه في هذه القمه؟ انا عايز اقول لكم تابعوا اللقاءات الثنائيه. معظم الزعماء والرؤساء والملوك يتواجدون في القمه العربيه. طبعا هتكون في جلسات او جلسه عامه او جلسات عامه، ولكن اللقاءات الثنائيه هي التي تجمع في دهاليز هذه القمه بين الدول العربيه والمناقشات المختلفة. وزي ما حضراتكم عارفين ان مصر على اتصال دائم بمعظم الدول العربية، وايضا رؤية مصر في الصراع والملف الاساسي المطروح امام القمة، وهو الصراع العربي الاسرائيلي او حقول الفلسطيني الاسرائيلي، وضرورة ايجاد حل لوقف اطلاق النار وحل القضية الفلسطينية. هذه القضية الوقت اصبحت هي القضية الاولى على الساحة السياسية في العالم، فرضت نفسها وفرضت ايضا التعنت الواضح من النظام العالمي لينظر اليه العالم، واصبح العالم العربي ينظر الى اجتماعات القادة في البحرين وينتظر قرارات وخطاب الى العالم وبقية دول العالم حول هذه الاوضاع للخروج من الازمة الراهنة. وزير الخارجية المصري سامح شكري أكد في تصريحاته أن إنهاء الحرب في غزة هو يتصدر أولويات القادة العرب في قمة البحرين، وده أكيد وده طبيعي، ولكن ما تنسوش أيضا أن هناك ملفات أخرى عربية ومشاكل عربية يمكن من أكثرها سخونة ملف السودان مطروح أمام القادة العرب. ثم سامح شكري بيؤكد ان وقف اطلاق النار ياتي اولا في غزه ثم الحديث عن مؤتمر دولي للسلام. امين عام جامعه الدول العربيه بالامس في الكلمه بتاعته طالب بعقد هذا المؤتمر، وطالما كرر واكد سامح شكري على مطالبه امين عام جامعه الدول العربيه، توقعوا ان غدا ستكون هناك دعوه لمؤتمر دولي للسلام من القمة العربية. وعايز اقول لكم ان طبعا تصريحات سامح شكري بتؤكد، بتقول ان الشعب الفلسطيني يستحق ان يعيش في سلام. خلونا ناخد نظرة الى التوقعات من هذه اللقاءات او من هذه القمة التي تأتي في توقيت ساخن جدا امام العالم. على الهاتف الزميل الصحفي والكاتب الأستاذ جمال الكشكي رئيس تحرير الأهرام العربي. أستاذ جمال مساء الخير يا فندم. مساء الخير على حضرتك وعلى كل السادة المشاهدين يا فندم. توقعاتك إيه في هذه القمة، خاصة وأنها تنعقد في توقيت هام وينظر العالم إلى ما سيقول أول اجتماع عربي بهذا الحجم منذ بداية الأزمة في 7 أشهر؟ يعني خلينا نقول ان هذه القمة الثالثة والثلاثين والتي تعقد للمرة الاولى على ارض مملكة البحرين، هذه القمة تأتي في ظل توقيت فارق وتداعيات غير مسبوقة على المستوى الاقليمي وعلى المستوى الدولي. هناك عدة رسائل ارى في مقدمتها بشكل واضح، كما حضرتك يعني اختصرت الرسائل من في استهلال حضرتك، تتعلق بالحرب هي على قطاع غزة، وبالتالي من أهم الرسائل التي تحرص عليها هذه القمة ويعني تدعمها الدولة المصرية بالتنسيق مع كل القادة والزعماء العرب. رقم واحد، رسالة للشعب الفلسطيني، رسالة تضامن بأن كل الشعوب العربية 22 دولة عربية تتضامن مع الشعب الفلسطيني بلا قيد أو شرط في مقاومته لاستقلال. اثنين، الأولويات العربية واحدة وموحدة وتقوم على واحد، وقف اطلاق النار بشكل دائم على كل الاراضي الفلسطينيه، الانتقال بشكل سريع للتركيز على ادخال المساعدات الكامله، رقم ثلاثه ايضا اعاده الاعمار وبشكل سريع خاصه من قصيم في
كده انه تقرير الامم المتحده بيقول لك 70% من قطاع غزه تم تدميره بالكامل، وانها تحتاج الى 14 عاما لرفع الانقاض و18 عاما لاعاده الاعمار، و50 بتكلفه تصل الى نحو 50 مليار دولار. الرساله الثالثه رساله الى السلطه الوطنيه الفلسطينيه بان الدول العربيه سوف تقدم لها كل اشكال الدعم بما يجعلها تصمد ويعني تقف بثبات امام الاجراءات التي تهدف الى اضعاف السلطه الوطنيه الفلسطينيه، وده بيأثر بالطبع على اداء السلطه الوطنيه لدورها. الرساله الرابعه الى المجتمع الدولي، وهي رساله واضحه وقاطعه ولا لبس، بان الدول العربيه ترفض المعايير المزدوجه التي يتم التعامل بها مع الشعب الفلسطيني، خصوصا عدم صدور قرار حتى الان يدعو لوقف اطلاق النار بشكل كامل. إذا كان هناك قرار الفصل السادس فنحن في انتظار قرار حاسم بموجب الفصل السابع حتى تكون يعني قابل للتطبيق القوي والفعلي، وبالتالي هناك يعني آمال معقودة على هذه القمة. كما ذكرت حضرتك مصر يعني كان شغلها شاغل منذ 7 أكتوبر سواء في قمة القاهرة للسلام أو القمة العربية الإسلامية وصولا إلى قمة المنامة، وهي تقوم بالتنسيق الكامل وغير المشبوط والداعم لكل القادة وكل الأشقاء العرب من أجل الوصول إلى يعني نتائج تقود إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وبالتالي أنا شخصيا أنتظر وفقا لي بمتابعاتي لي سواء على مستوى المسؤولين أو المسؤولين أو الوزراء أو غدا على مستوى القادة والزعماء، إن الدول العربية يعني خاصة الأعضاء في الأمم المتحدة تطلب من مجلس الأمن أن يكون هناك مظلة لحماية الشعب الفلسطيني من المجازر الإسرائيلية، وأن يكون هناك ضغط كبير جدا من أجل تحقيق ذلك. فكرة كمان اقتراح إنه أو هناك توجه، وحضرتك تتابع أكيد إنه لعقد مؤتمر دولي للسلام، هذا يجب أن يتم الإعداد له على أعلى مستوى وبشكل سريع جدا، لأنه يعني المساحة أو طول أمن آلة الزمن في الحرب واستمرار الحرب في تصوري أن الأطراف كلها ستكون خاسرة ولن ينجو أحد منفردا، وإنه هناك أطراف منخرطة بشكل مباشر وهناك أطراف على المستوى الدولي والإقليم، وهناك أطراف في المنطقة العربية وفي الشرق الأوسط متأثرة بشكل مباشر من تداعيات هذا الحرب. وبالتالي ظني أن هذه القمة ستكون سطر جديد ومهم في كتابة يعني يعني الرسائل المهمة التي تتعلق بالخطوط الحمراء التي يعني لا تزال تبحث عن حسم من الجميع، وبالتالي يحدون الأمل بشكل كبير جدا على قمة المنامة 33. أستاذ جمال كشكي بسكوك، شكرا جزيلا على هذه المداخلة وعلى هذا الإيضاح، زميلنا العزيز رئيس تحرير الأهرام العربي. أستاذ جمال اتكلم في عدة أشياء ومن ضمنها دعم ومساعدة الشعب الفلسطيني. عايز أكرر لحضراتكم، وأيضا ده جاء على في القاهرة الإخبارية، أن المصادر المصرية رفيعة المستوى أو المسؤولة بتؤكد أن الإغلاق الذي تم في معبر رفح تم من الجانب الفلسطيني، والجانب ده هو اللي بتسيطر عليه إسرائيل الآن، وبالتالي مفيش مساعدات قادرين نوصلها إلى رفح الفلسطينية. رفح الفلسطينية كان فيها ما يقارب 1.5 مليون بني آدم نزح منهم طبقا لتقارير وكالات الأمم المتحدة الأونروا خلال أيام أكثر من 0.5 مليون فلسطيني إلى الشمال. طب إذا كانت الأمم المتحدة أيضا بتؤكد أن شمال قطاع غزة قد تم تدميره تدميرا شاملا بما فيها البنية الأساسية بنسبة 70%، الناس دي راحة فين؟ راحة على فين؟ راحة تبحث عن الأمن في ظل عدم وجود غذاء وعلاج ورعاية صحية. إذن هي مخطط بتقوم به إسرائيل في هذه المنطقة.
عايزين اقول لكم ولخص لكم اللي هتعمله اسرائيل في غزة، وهتقولوا محمد شردي قال الكلام ده في يوم من الايام. اسرائيل هتعمل في غزة اللي عملته في الضفة الغربية، وهو ان هي الضفة الغربية كانت قطعة واحدة، دخلت اسرائيل في قلبها عملتها قطع مختلفة وهي بتسيطر على اماكن في قلبها، حتى لا يكون هناك امل مستقبلي في ان تكون هناك رقعة ارض واحدة ضخمة تضم الدولة الفلسطينية. لو انتوا بصيتوا على خريطة الضفة الغربية وما قامت به اسرائيل في الضفة الغربية خلال السنوات الماضية برعاية امريكية ودعم من امريكا، وانا ما عندش هزوق كلامي، الراعي الرئيسي للارهاب الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني وللقتل الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، الراعي الرئيسي لارهاب اسرائيل هي الولايات المتحدة الامريكية، وستظل الولايات المتحدة الامريكية هي الراعي الرئيسي للارهاب الاسرائيلي في المنطقة قولا واحدا، وهما ده اللي عايزين يعملوه في غزة. فهيبدأ ان هو يقسمها مناطق ويحاصر مناطق ويجد ذريعة دولية وغطاء دولي لتواجده في هذه المناطق عشان يفسخها من بعضها، ده الشمال، ده القطاع الغربي، ده القطاع الشرقي، ده القطاع الجنوبي، انا مسيطر هنا، انا مسيطر هنا، انا بعدت ده عن ده، ما تتحركش من هنا لهنا. وهتشوفوا ده، وده ينقلنا على طول الى ايضا التقارير المختلفة في القاهرة الإخبارية، ماذا يدور داخل الولايات المتحدة الأمريكية. بصوا النكتة، الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد، أو البيت الأبيض، أنه في حالة ما أن مجلس النواب الأمريكي رفض عدم إرسال القنابل لإسرائيل، لان خدوا بالكم امريكا والادارة الامريكية قررت ان في حاجة انابل محددة كده، خدوا بالكم ده كله تمثيلية، دي كلها تمثيلية يا جماعة، ان في مجموعة شريحة من الاسلحة اللي كانت راحة لاسرائيل وهي القنابل العنيفة الضخمة جدا، قرر البيت الابيض ووزارة الدفاع الامريكية عدم ارسالها الى اسرائيل، ومجلس النواب الامريكي يقول لا احنا بنعد قرار لإجبار الحكومة الأمريكية على إرسال بقية هذه الأسلحة إلى إسرائيل. في نفس التوقيت اللي بيحصل فيه هذا التراشق ما بين الطرفين، خرجت صحيفة وول ستريت جورنال بتؤكد أن الرئيس جو بايدن وإدارته عملوا مذكرة بيحضروها للطرح على الكونجرس الأمريكي مزيد من المعونات العسكرية لإسرائيل غير اللي راحت. يعني هو وقف شوية أنابل بس بعت شحنات أخرى من أسلحة أخرى، والوقت واقف ضد الكونجرس يقول له لا الأنابل دي مش هبعتها، الكونجرس يقول له لا والنبي بعتها، يقول له لا والله مانيش بعتها، يقول له لا والله عشان خطرنا بعتها، يقول له طب بص لو سمحت وافق لي على مجموعة الأسلحة الجديدة دي اللي هتروح الى اسرائيل في ظل الحرب القائمة والهجوم القائم، بس تروح خارجة بقى وزارة الخارجية الامريكية وتقول ايه، وتقول ان الاسلحة الامريكية التي تم ارسالها الى اسرائيل احنا مش متأكدين اذا كان قد تم استخدامها في استهداف المدنيين. طيب طالما لم يتم استخدامها في استهداف المدنيين، وطالما انتم متأكدين من ده، ايه السرعة في ارسال كل هذه المعونات والصواريخ الى اسرائيل الان، رغم ان اسرائيل تمتلك اكبر ترسانة مسلحة في دول المنطقة باكملها وفي حدود يمكن البحر الابيض المتوسط؟ ليه انتم مهتمين جدا بان يكون فيه ودائما شحنات عسكرية امريكية مفتوحة الى اسرائيل عشان تاخدوا لها السلاح؟ في اسئله بتطرح نفسها منطقيا على الساحه السياسيه، ولكن واضح ان حتى الولايات المتحده الامريكيه لم تعد تهتم بان تجمل وجهها القبيح في السياسه الخارجيه. امريكا
لم تعد تهتم بأن تداري عورتها وهي تتحدث إلى العالم وتقوم بممارسات يرفضها العالم. ومن ضمن هذه الممارسات أيها السادة، خدوا بالكم بقى، وزارة الخارجية الإسرائيلية أو إسرائيل، الحكومة الإسرائيلية، أعلنت أن هي ترفض القرار بتاع الجمعية العامة للأمم المتحدة اللي طلع في 11 مايو الماضي، اللي أخذته أغلبية أعضاء الأمم المتحدة، بأن تصبح فلسطين دولة من رسمية من أعضاء الأمم المتحدة. خدوا بالكم إن لما القرار ده طلع اعترض عليه تقريبا 9 دول، ممكن تعرف منهم 3 أو 4، وفي 5 أنا كنت قاعد مع زميلي الأستاذ هيثم في الإعداد بقوله دول فين؟ يعني دول بلاو دي ولا فين على الخريطة؟ يعني أنا نفسي بدور عليهم على الخريطة فين؟ إنما اعترضوا، وطبعا دول بالتليفون اعترض يعترض، إنما هما 9 دول. فتقوم لما إسرائيل تعلن ده، أنت متأكد؟ وده اللي قاله الجلسة العامة في الأمم المتحدة، الدولة الوحيدة الوحيدة في العالم الآن التي تمنع انضمام فلسطين رسميا للأمم المتحدة هي الولايات المتحدة الأمريكية، نقطة. هي الدولة الوحيدة في العالم الآن التي تمنع انضمام فلسطين إلى الأمم المتحدة كدولة عضو رسمي كامل وليست كمراقب. وبالتالي كل اللي انتوا بتتفرجوا عليه هو مجرد جزء من المسرحية الهزلية اللي اكتشفها العالم، هو مجرد محاولات فاشلة فاشلة تماما لإقناع الرأي العام العالمي في بعض الأماكن. وده اللي احنا في خلال الأيام الماضية اتفقنا مع كل ضيوفي أن الرأي العام كشف اللعبة خلاص، بس للأسف هم لسه ما زالوا مستمرين فيها. من ضمن الحاجات على فكرة، آخر خبر هقوله قبل ما نطلع فاصل، وزير الخارجية الأمريكي بينصح إسرائيل، النصيحة إلى إسرائيل، بيقول لهم إيه بقى؟ بيقول لهم أنتم بحاجة إلى خطة واضحة، خطة واضحة، وده اللي هيخليكم تؤكدوا على كلامي اللي لسه قايله لكم، خطة واضحة وملموسة لمستقبل غزة. وزير خارجية أمريكا بيقول لإسرائيل المحتلة إن أنت اللي تحطي خريطة مستقبل غزة. مش بيقول أن العالم يجب أن يساعد الشعب الفلسطيني على إعادة إعمار غزة أو وضع خطة لترميم غزة أي مكان، لأ، هو بيقول لإسرائيل أنت تبدأي تحضري خطة ما بعد التدمير في غزة وتكون خطة مستقبل غزة من عندك، لأن قد يحدث فراغ في السلطة يمكن أن تملأه الفوضى. كلمة حدوث فراغ في السلطة معناه إيه؟ أن وزير الخارجية الأمريكي يعلم جيدا، يعلم جيدا أن إسرائيل لن توافق على وجود السلطة الفلسطينية ولا على وجود كيان فلسطيني يسيطر أو يحكم في غزة أو في القطاع، وهو يعلم ذلك جيدا، فيطالب إسرائيل وكأن غزة هي قطعة من أرض إسرائيل المحتلة بوضع خطة مستقبل غزة، ويرجعوا يقولوا إحنا عايزين سلام. نطلع فاصل ونرجع تاني الحياة اليوم. في قرى المحافظات دايما تلاقي مؤسسة حياة كريمة بتسعى للوصول لأكبر عدد من المستفيدين، وبتواصل جهودها في خدمات تنموية متنوعة، والمرة دي كانت في قرية ميت شماس بمركز أبو النمرس، ولقينا قافلة طبية وبيطرية وتوعوية شاملة بتستهدف خدمة أكتر من 3000 مستفيد خلال اليوم. هي قافلة تنموية شاملة بتشمل قافلة طبية بتضم أكتر من 12 تخصص
منهم التخصصات النادرة اللي القرى المصرية أو القرى المصرية بتفتقد ليها، منها مثلا تخصص القلب، تخصص الرمد، بالإضافة عندنا قافلة بيطرية شاملة، عندنا ندوات توعوية عن الهجرة غير الشرعية والزواج المبكر، كمان عندنا قافلة تنموية، وعندنا صندوق مكافحة علاج الإدمان زي ما حضراتكم شفتم، وجمعنا الأطفال النهاردة عشان نكلمهم عن خطورة الإدمان وإزاي يبعدوا عن الشخص المدمن، ولو لا قدر الله في حد تعرض إن هو بقى مدمن إزاي يتعالج ويتوجه لمين. قافلة طبية بشرية وقافلة بيطرية ومحاضرات توعوية للأطفال والسيدات وفصول محو الأمية لاستخراج شهادات للمواطنين الأكثر احتياجاً، كل دي فعاليات خدمية ساهمت في مساندة المواطن وسد احتياجاته. دكاترة هنا محترمة، تعاملوا معنا معاملة كويسة، ناس كويسة يعني، مقابلتهم حلو. قست ضغط وقست سكر وكشفت رمض وحاجزة في العظام. بديك العلاج ببلاش والدكاترة حلوة هنا أصلا، هناك بتروح اي دكتور ب 200 جنيه لا ب 100 جنيه، هنا مجانا خالص اهو. حياه كريمه عملوا كل حاجه وجاب الدكاتره حلوه يدونا علاج ببلاش. نشكر مؤسسه حياه كريمه على الجهد اللي عملوا معانا في البلد هنا، وعلى الكشف، وكشفنا حلو والعلاج جميل ومش مقصرين معانا في حاجه. ما كانتش القافله الاولى ولا هتكون الاخيره، في ظل تعاون قائم بين مؤسسه حياه كريمه وجامعه القاهره لتقديم خدمات طبية وتوعوية وبيطرية بالمجان وتحقيق شعار حياة كريمة من إنسان لإنسان. عدنا لحضراتكم مرة أخرى. عايز أقول لكم إن في وسط الأحداث اللي عمالة تحصل حوالينا إحنا ما زلنا مركزين الحقيقة في مصر في قطاعات معينة، يعني أنت مش ما تقدرش كحكومة إنك أنت تنسى إن عندك مشاكل اقتصادية وفي عندنا أزمات داخلية وغيره وغيره، فأنت ماشي طبقا للمخططات وتحاول قدر الإمكان رغم كل اللي انت بتشوفه ان انت تفضل بتحط خطوة لقدام وخطوة لقدام. عجبني جدا النهاردة في اجتماع مجلس الوزراء النهاردة تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء. حقيقة رئيس الوزراء اعلن ان مصر تسلمت الدفعة الثانية من صفقة تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة، يعني في 14 مليار دولار دخلوا إلى خزينة الدولة بالفعل، بالإضافة إلى إجراءات بداية إجراءات التنازل عن 6 مليار دولار لما يعادلها بالجنيه المصري، لما يعادلها بالجنيه المصري، وبالتالي ده جزء الثاني من استثمارات الأولية. خدوا بالكم ده المبلغ الأولي، ما زلنا بقى إيه الشركات المصرية اللي هتشتغل والعمالة اللي هتشتغل وبداية التطوير والضخ اللي هيتم بأموال ضخمة للغاية في السوق المصري علشان تطوير هذه المدينة. انتم بتتكلموش على مجمع سكني ولا منطقة سكنية بسيطة، بتتحدثوا على إعادة تخطيط منطقة بلد بأكملها بكل ما فيها من احتياجات وجامعات ومدارس وأسواق وطرق وكل ما يمكن أن تتخيلوه في هذه المنطقة. خلينا ناخد بعض التفاصيل عن ما تم من المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء. سيادة المستشار مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. النهاردة خبر إيجابي جدا الحقيقة اللي أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي في اجتماع مجلس الوزراء حول وصول الدفعة الثانية 14 مليار دولار من صفقة رأس الحكمة، صح؟ بالضبط يا فندم. 14 مليار دولار بخلاف قيمة الوديعة الإماراتية 6 مليار دولار. طيب الستة مليار دولار دول أنا بقول أن ممكن تشرح لي علشان السادة المشاهدين حيتم التعامل معهم إزاي؟ الستة مليار دولار يا فندم هم عبارة عن وديعة إماراتية دولارية موجودة لدى البنك المركزي، وإنه كما أعلن السيد رئيس مجلس الوزراء اليوم بدأنا بالتعاون مع الجانب الإماراتي في إجراءات التنازل عن قيمة الوديعة وتحويلها لما يعادلها بالجنيه المصري، وبالتالي يتمكن الجانب المصري
من استغلال المقابل الستة مليار دولار في يعني يستطيع الحصول عليها في مقابل أنه بيتم تسهيل الوديعة بما يعادلها المصري، والشركة ستحصل على القيمة بالجنيه المصري. وطبعا هي هتحصل على القيمة بالجنيه المصري لأنها ستبدأ التعاقد مع شركات المقاولات المصرية لبداية العمل، ولا أنا غلطان؟ هم محتاجين بالضبط، هتستغل ما يعادل الستة مليار دولار. ولو حضرتك تتذكر أيضا كان في خمسة مليار دولار سابقة في القسط الأول، سيتم استخدام المعادل بالجنيه المصري في استثمارات مشروع رأس الحكمة. وده معناه يا سيادة المستشار ان احنا بنتكلم تقريبا على 500 مليار جنيه مصري سيتم ضخها في الفترة القادمة في هذا المشروع ده في بدايته بس. لا في الحقيقة فأنا هو الرقم الدقيق اللي اعلنه السيد رئيس مجلس الوزراء عند الاعلان عن الصفقة بالبداية، اجمالي الصفقة قيمة ما حصل عليه الجانب المصري، نحن نتحدث عن قيمة الارض 24 مليار دولار زائد 11 مليار دولار الوديعة الإماراتية، فإذا الإجمالي 35 مليار دولار ده قيمة الصفقة. لكن لو حضرتك عايز تتكلم على أنا بتكلم على السيولة النقدية الموجودة الآن لدى الجانب الإماراتي بعد تحويل الدولارات تصل تقريبا إلى 500 مليار جنيه مصري، مش كده؟ هي يعني طبعا بالمعادل ال 11 مليار دولار ستصل طبقا لقيمة المعادل، ممكن انها تصل لهذا المبلغ، ولكن عشان نوضح يا فندم الصورة الصح في حجم استثمارات صفقة رأس الحكمة، الاستثمارات اجمالي استثمارات المشروع على مدى سنوات عمره هو ما اعلنه السيد رئيس مجلس الوزراء في انها يعني ستصل الى عشرات المليارات من الدولارات، فاذا يعني الرقم الحقيقي ايوه انا لا انا بقوله ده البدايات ايوه يا فندم، ما ده اللي انا قلته بالظبط، ده بدايه ضخ الاستثمارات، لان ده اللي هيشغل الشركات المصريه وشركات المقاولات، هتبدا في سيوله نقديه يبداوا يحركوهم علشان الاستعدادات، لان انت بتتكلم على مشروع انا اعلم انه هيقعد سنوات في البناء بتاعه. بالتأكيد يا فندم دي البداية، على مدى السنوات المقبلة سنشهد مزيد من ضخ الاستثمارات طبعا في طيب المشروع. من ضمن الحاجات والتصريحات الحقيقة اللي عجبتني جدا للدكتور مصطفى مدبولي النهاردة ان هو قال ايه، ان احنا كده نجحنا ولكن المهم ان نحافظ على هذا النجاح وان نحافظ على هذه الوتيرة من التنمية، وبدأ يتكلم على وضع سقف للإنفاق العام وأنه يفتح المجال للقطاع الخاص والاهتمام بقطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات والسياحة. حدثني عن بعض التفاصيل في هذا الأمر. في الحقيقة فندم هو السيد رئيس مجلس الوزراء كان واضحا منذ البداية، منذ الإعلان عن صفقة رأس الحكمة، أن الحصول على السيولة الدولارية من جذب الاستثمارات والصفقات الضخمة بتمثل أهمية في مساعدة الدولة على تجاوز التحديات الراهنة واتخاذ بعض الإجراءات العاجلة لضبط سعر الصرف، إتاحة المزيد من السلع في الأسواق، ولكن الخروج الحقيقي أو الحل الجذري الحقيقي هو الاستمرار في برنامج الإصلاح الاقتصادي، بمعنى أنه نستمر فيما بدأناه من إجراءات إصلاحية سواء في محاورها الثلاثة. المحور الأول كما أشرت حضرتك الإصلاحات الهيكلية، وعلى رأسها دعم دور القطاع الخاص والإجراءات دعم دوره وتنفيذ وسيطة سياسة ملكية الدولة ودعم دور القطاع الخاص وزيادة استثمارات وعلى مدى السنوات المقبلة 65%. السياسة نستمر في تطبيق السياسة النقدية في ضبط سعر الصرف وخفض التضخم، السياسة المالية العمل على خفض نسبة الدين من إجمالي الناتج المحلي. إذن السيد رئيس مجلس الوزراء كان حريصا منذ البداية على التأكيد أن جذب الاستثمارات الأجنبية سوف يساعد الاقتصاد المصري على تجاوز التحديات الراهنة مرحليا، ولكن الأساس هو أن نستمر بالضبط كده تنفيذ الإصلاح والتعاون مع كافة الشركاء الدوليين لدعم الاقتصاد المصري حتى ننجح في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، لأن هذا هو المخرج الحقيقي للاقتصاد المصري. المستشار محمد الحمصاني متحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة وعلى هذا
الإيضاح. عايز أقول لحضراتكم أنا عجبني الدكتور مصطفى مدبولي، هو قال خبر مفرح للناس على فكرة، توقعوا أن ده هيأثر كتير، ولكن هو في نفس التوقيت فكرهم أن دي مرحلة احنا عدينا من عنق زجاجة معين، ولكن الإصلاح الحقيقي اوعوا تفكروا ان احنا ما عندناش مخطط لضغط الانفاق ونستمر عليه، واوعوا ما تدعموش القطاع الخاص، واوعوا اوعوا لان ده مجلس الوزراء، اذا هناك مخطط بتمشي عليه، وهذا المخطط يجب ان يكون له نتائج، لان المخطط ده هو الوحيد اللي هيخرجك الى منطقة الامان، عشان ما تقعدش مستني في لحظة من اللحظات استثمار ضخم بهذه الضخامة على الإطلاق. ومن ضمن الحاجات دي والتنمية والاستدامة والمخططات، أنا هنقلكم على طول نقلة حياة مهمة جدا بالنسبة لي. الأكاديمية الوطنية للتدريب، كلكم سمعتوا هذا الاسم بتسمعوا عنه. أنا زرت الأكاديمية الوطنية للتدريب وأنا شفت ناس خريجة من برامج كتير جدا كان وجه بيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقال احنا محتاجين، خدوا بالكم ده في اطار اللي انا بسميه الاستثمار في بنك الموارد البشرية المصرية. بنك الموارد البشرية المصرية، ان انا ادرب الشباب ازاي في بلد كلها شباب علشان يبقى قيادي، او اشوف جواه ايه ونميه، او اساعده فين علشان احتاج له، انا محتاج له، بس انا محتاج له بقدرات اعلى شوية من اللي هو حصل عليها مثلا في الدراسة. طب يلا نعمل اكاديمية تدريب، يلا نعمل تدريب في العديد من المبادرات المختلفة للمدنيين ومن الشباب، علشان ابدأ يكون عندي مجموعة او مجموعات اقدر اختار منها علشان خاطر البلد دي وادارة مصر في المستقبل. الرؤية دي هي رؤية استدامة ورؤية توليد الصف الثالث والرابع والثاني اللي هيطلع منه بعد كده الصف الاول. انت من دلوقتي بتربي الاجيال اللي انت محتاج لها، انت من دلوقتي والاكاديمية بتقوم بدور وطني. عايز اقول لحضراتكم الارقام اللي اعلنتها الاكاديمية في الفترة الماضية والاحصائيات اللي حضراتكم شايفينها قدامكم على الشاشة دي مهمة جدا. انا النهاردة لما اعرف ان عدد ساعات التدريب اللي اتعملت اكتر من 104,000 ساعة تدريب، وان احنا دربنا او الاكاديمية دربت اكتر من 37,000 بني ادم، وعملت 200 برنامج تدريبي، وان اكتر من 50% من خريج الاكاديمية من المرأة، وان 44% من العاملين في الاكاديمية ايضا من المرأة. ما هو انت بتتكلم على التمكين، مش بس التمكين، انا بسميها الاتاحة، انت بتدي الفرص المتساوية للجميع ولاب مصر كلهم والشباب، ان الشباب ده ما كانش عارف هو هيعمل ايه. انت دلوقتي بتوجه وبتدرب وبتعلم وبترتقي بالموارد البشرية المصرية. صدقوني الارتقاء بالموارد البشرية المصرية هذا الكنز اللي مصر طول عمرها عارفة انه موجود ومش عارفة تستغله، فتقوم انت تخلق هذا الكيان وتحرك هذا الكيان وينتج هذا الكيان ويقدم لك ويدر ويستمر في التقديم. هسيب حضراتكم مع فيلم من بسيط عن الأكاديمية ونعود لاستكمال حديثنا، نشوف ده ونرجع تاني. في مجتمع 70% منه من الشباب، أعلن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي العام 2016 عاما للشباب المصري. شباب حولت طاقتهم الحلم إلى حقيقة فخرجت للنور. الأكاديمية الوطنية للتدريب، لابد يكون في إصرار حقيقي مننا على أن الدور اللي تقوم بيه الأكاديمية في تأهيل الشباب والكوادر اللي هيتولي الدولة المصرية يكون دور قوي جدا، مسؤول جدا، قاسي جدا. ليه؟ عشان اللي يجي يقف مكاننا بعدينا ومعانا يبقى مسؤول وقادر على قيادة الدولة وحمايتها والرقي بها.
ما يجيش يتعلم فيها، ما يجيش يتعلم فيها. فمنذ نشأتها طبقت الأكاديمية أهداف التنمية المستدامة على مختلف المستويات، واستثمرت في الثروة البشرية وبناء الشخصية ليس فقط داخل القاعات الدراسية، بل عن طريق أنشطة ثقافية وفنية ورياضية استعداداً للمناصب القيادية التنفيذية. كما كانت الأكاديمية واعية بدور المرأة وأطلقت مدرسة القيادة للمرأة لتنمية مهاراتها وتمكينها في المجتمع. كما ظهر اعتزاز الأكاديمية بالهوية البصرية الوطنية في شعارها ومبانيها وقاعاتها الدراسية، التي يتراوح نسبة المكون المحلي بها من 40% إلى 70%، كما يظهر ذلك في المؤسسات التي ساعدتها الأكاديمية في تطوير هويتها البصرية. ومن أفكار خريج الأكاديمية ولدت المبادرات والفاعليات التي أثرت بشكل إيجابي على حياة المواطن المصري، مثل المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والمشروع القومي حياة كريمة الذي يعد أكبر مشروع تنموي في تاريخ مصر الحديث والأكبر في العالم حسب تقرير الأمم المتحدة، بالإضافة إلى منتدى شباب العالم الذي ظهر مؤخراً بنسخته الخامسة، التي تحولت إلى عمل تنفيذي عن طريق إطلاق وتنفيذ حزمة كبيرة من المبادرات والمشروعات والبرامج التنموية. وفي عام 2021 تم اعتماد الأكاديمية من مجلس اعتماد التدريب والتعليم المستمر ACCET دون رصد أي جوانب ضعف أو قصور، وبذلك تتحول الأكاديمية الوطنية للتدريب من حلم إلى مؤسسة تعزز قوة الدولة المصرية بشبابها المتدربين، ليصل صوت الشباب المصري إلى كل مكان في العالم. قلنا لحضراتكم مرة تانية، أنا عايز أقف شوية وأرجوكم فكروا في اللي أنا هقوله لحضراتكم ده. كان دايما عندنا أزمة وكان دايما عندنا مشكلة في مصر، إنك أنت بتيجي تختار قيادات في الصف الثاني أو الثالث تلاقيهم، أنا آسف للكلمة اللي هقولها، هم مترقيين طبقا لسنوات العمل وليس للخبرة. وتكتشف إن أنت أحيانا عندك أزمة كبيرة جدا، عندك أزمة إن الناس بطلت تفكر أو تبدع أو إن هي تكون في مكان وتقول رأي بشكل معين، فأنت جيت تغير هذه الثقافة فاصطدمت بالواقع. وأنا هكون واضح معاكم، وإلا ما كانش طلع الرئيس وقال لك الحقونا يا أخوانا واعملوا لنا المبادرات دي، أنا عايز أحرك الشباب المصري. ففي خلال السنوات اللي فاتت أنت اكتشفت إن أنت عندك نواب من الشباب، اكتشفت إن أنت عندك طاقات من الشباب، اكتشفت إن أنت بتدرب شباب بقوا نواب محافظين وبيديروا محافظات بأكملها، اكتشفت إن أنت قادر إن الشباب ده لما يقعد مع بعضه في الأكاديمية الوطنية يطلع لك بأفكار وتطرح على الرئيس فيوافق عليها الرئيس، ومن ضمنها حياة كريمة. أنتم متخيلين يعني إيه حياة كريمة؟ متخيلين كمية الشباب المصري، ولادكم اللي بيشتغلوا في حياة كريمة وبيبنوا مصر من جديد؟ سيبكم بقى من حتة هي بتروح لمين والحدوتة ايه، لان انت قد تكون عايش في المدن ومش شايف. انا عايز اقول لكم ان 80-90% من اللي شغالين في حياة كريمة واللي بيشتغلوا في حياة كريمة والمشرفين على حياة كريمة ولادكم الشباب في المحافظات. هو ده انك انت تكون عندك رؤية لاستغلال الموارد البشرية المصرية والاستثمار في الموارد البشرية المصرية. هنطلع فاصل وهنرجع تاني الحياة اليوم. عدنا لحضراتكم مرة ثانية، خلينا اخدكم بقى في الشق التاني بتاع الأكاديمية الوطنية للتدريب. يمكن انتم لاحظين ومنذ فترة عملية تمكين المرأة اللي كنا بنسمع عنها، مصر بقى لها فترة طويلة وسنوات طويلة وما قبل الثورة وما قبل كل حاجة بنتكلم عن المرأة ودور المرأة وغيره. انت
كل اللي أنا بكلمكم فيه ده هي كانت أحلام ما شفناش بتتبلور على أرض الواقع، ما شفناش فيها اللي احنا بنسميه تحركات عملية لتطبيق الدواء اللي احنا عارفين ان احنا محتاجين له. ولكن تأتي الإرادة، خدوا بالكم الإرادة السياسية هنا مهمة للغاية، والإتاحة مهمة للغاية. الأكاديمية الوطنية للتدريب ودورها في دعم المرأة وتمكين المرأة وتدريب المرأة دور مهم جدا، لأن أنت أيضا عندك في الدستور حماية للفئة اللي هي اسمها المرأة، أنك أنت لازم يكون عندك مرأة في كذا وكذا وكذا. نأمل في يوم من الأيام أن أنت لما تنزل المرأة إلى الانتخابات وتقارن بينها ما تبصش تقول دي ست وده راجل، تبص تقول مين الأحسن، تبص تقول مين الأفضل. وعندنا أمثلة كثيرة في الفترة الماضية وبنقدمها لحضراتكم، وحنستمر في التقديم ليها للمرأة، والحقيقة حاجات مفرحة للغاية. خلينا أوريكم هذا التقرير حول ما قدمته الأكاديمية الوطنية للتدريب في هذا القطاع، ونعود إليكم مرة ثانية. في أكاديمية تم إنشائها في فرنسا سنة 45، بس إحنا عايزين لما نعملها نديها الجدارة ونديها الجدية وتفضل تقوم بدور حقيقي. لما بتكلم عن هذا الموضوع، عن دور المرأة في مصر، بتكلم عنه بتقدير واحترام واعتزاز شديد. ببقى سعيدة جدا وأنا بزور الأكاديمية الوطنية للتدريب، يعني بتدي طاقة إيجابية جدا بالبرامج وتنوع البرامج والتعامل مع فئات كثيرة جدا من المجتمع بصفة خاصة الشباب والمرأة. تركيز أساسا على المستقبل، فأنت بتحس أن أنت جاي بتشوف مكان دايما بيشتغل على المستقبل، بيشتغل على القوى البشرية اللي عندنا، فده طبعا دايما بيدي يعني طاقة إيجابية شديدة جدا. المرأة نصف المجتمع، وانت صاحب الخيار اما ان انت تعطل نصف المجتمع او تفعل وتشغل نصف المجتمع. تنوع كبير جدا جدا في الاختيارات، تنوع ثقافي مختلف، ولكن الكل بيجمع في شيء رائع وهو الإرادة للتطور. حصل تطوير كبير جدا في المناهج، في البرامج، في مواكبة مع الاستراتيجيات المختلفة اللي الدولة المصرية من خلال سواء كانت مرأة، سواء كانت تنمية مستدامة، سواء كانت توطين في المحافظات. فالحقيقة الأكاديمية بتقدر تلبي احتياجات موجودة على الأرض حقيقية. المرأة المصرية دلوقتي في العهد اللي احنا فيه واخدة يعني زي مكانة خلتها ان هي يبقى عندها طموح اكتر وقت. برنامج بيهتم بصقل المهارات القيادية والإدارية للسيدات لتأهيلهم لمناصب تنفيذية داخل او خارج الدولة. سيدات مصر، انا بقول لهم مش احنا نديكم مكانكم، انتم تتقدموا الصفوف وتاخدوا المكان والمكانة التي تستحقونها. عندي لحضراتكم خبر على فكرة، وخبر دولي يمكن ليس في سياق الأحداث بتاعتنا، ولكن عشان تعرفوا
ان في احداث كده سريعة بتطلع وتطرأ في دول العالم من سلوفيكيا. رئيس الوزراء السلوفيكي النهاردة تعرض روبرت فيكو لمحاولة للاغتيال واطلق عليه الرصاص. وادي الصور، ده القاء القبض على المشتبه فيه على فكرة، وتم القبض على مطلق الرصاص، ولكن رئيس الوزراء اصيب وتم نقله الى المستشفى ليتلقى علاجه. رئيس وزراء سلوفيكيا. هرجع بقى الخبر مفرح جدا وهو له علاقة بالفقرة القادمة. احنا النهاردة هنتكلم عن النكبة، وحيكون ضيفي في الفقرة القادمة الدكتور ايمن رقب، استاذ العلوم السياسية بجامعة القدس. وطبعا احنا بنتابع مع بعض الاحداث في اجتماعات القمة العربية 33 وجامعة الدول العربية والاحداث التي تحدث. من جامعة الدول العربية جائزة التميز الإعلامي العربي. إن أنا سعيد إن أنا أقول لحضراتكم النهاردة أنها تفوز بها الحقيقة قناة القاهرة الإخبارية. قناة القاهرة الإخبارية فازت عن التقرير التلفزيوني. وأنا ليه بقول له علاقة باللي احنا هنتكلم عنه؟ القاهرة الإخبارية عملت تقرير تلفزيوني عن الولد والعصفور. بتتابع في تقرير عن طفل فلسطيني واللي شافه في غزة ومحاولة عودته إلى بيته واللي بيمر بيه، ففاز بهذه الجائزة. القاهرة الإخبارية تفوز بجائزة وهي لسه إحنا بنعتبرها، لو أنا اتكلمت صحفيا دي لسه قناة وليدة، ولكن خلال الأشهر الماضية أثبتت القاهرة الإخبارية إنها اتولدت ودخلت امتحان تاني يوم الصبح وسط قنوات عندها إمكانيات، أنا آسف للكلمة دي، أدها 20 مرة. ولكن تستطيع القاهرة الإخبارية أمام الجميع وبدعم من الشركة المتحدة أن تقدم صحافة وإعلام جديد ملوش دعوة بحد. أنا لا أتدخل في دول أخرى ولا في شؤون دول أخرى، أنا أقدم الخبر والمعلومة من أرض الواقع، ويتعرض المراسلين بتوعها في غزة للموت، للاستشهاد، وللضرب، وللاعتقال، وتستمر تغطية القاهرة الإخبارية من أهم التغطيات اللي بيتنقل عنها في كل حتة في العالم من الأحداث في غزة وغيرها أيضا. وبالتالي أنا أعتقد أن هذه الجائزة هي بداية الجوائز اللي هتحصدها القاهرة الإخبارية في الفترة القادمة. المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي الكبير أستاذ كرم جبر الحقيقة هنأ القاهرة الإخبارية وأقدم لهم التهنئة على فوزهم بهذا هذه الجائزة اللي يتم الإعلان عنها رسميا، وحتتلقاها القاهرة الإخبارية في اجتماع وزراء الإعلام العرب في البحرين من 27 ل 29 مايو الجاري. هنطلع فاصل ونرجع تاني. النكبة، أحداث النكبة، ما تلا النكبة تاريخيا، والآن النكبة الحديثة اللي أنا بسميها ومتابعينها كلنا مع بعض في هذا الملف مع دكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية جامعة القدس. الحياة اليوم. كانت ولا تزال القضية الفلسطينية قضية القضايا لدى الدولة المصرية منذ عام 1948، وهو تاريخ النكبة الفلسطينية التي تحل اليوم ذكراها 76 وحتى الآن. فكانت على رأس أولويات القيادة السياسية المصرية على مر العصور، وأصبح الارتباط بالقضية هو ارتباط دائم ثابت تمليه اعتبارات الأمن القومي المصري روابط الجغرافيا والتاريخ والدم والقومية مع الشعب الفلسطيني. لذا لم يتزعزع الموقف المصري من قضية فلسطين في أي مرحلة عبر التاريخ، وظهر ذلك جليا منذ خمسينيات القرن العشرين منذ عقد مؤتمر الخرطوم الذي رفع شعار لا اعتراف لا صلح
لا تفاوض مع إسرائيل، كما سندت مصر في القمة العربية التي عقدت في الإسكندرية سبتمبر 1964 قرار المنظمة بإنشاء جيش التحرير الفلسطيني، هذا بالإضافة إلى مطالبات الدولة المصرية بعودة الفلسطينيين إلى أراضيهم المحتلة بحدود ما قبل 1967، فضلاً عن طرح مبادرات متعددة للسلام وحل القضية الفلسطينية طبقاً لقرارات مجلس الأمن ومبدأ الأرض مقابل السلام، مع وقف الاستيطان ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة في حق الشعب الفلسطيني. وفي العهد الحالي نجد الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي واضحا وثابتا، معبرا عن التأييد الكامل لحق الفلسطينيين في العودة إلى أراضيهم المحتلة وبناء دولة مستقلة. منذ ذلك الحين وعلى مدار 10 سنوات عمل الرئيس السيسي على قيادة الدولة المصرية في حل الأزمات والصراعات المتوالية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، ولعل أبرز تلك المواقف التاريخية في دعم القضية الفلسطينية استضافة مصر للفصائل المختلفة في إطار توحيد الصف الفلسطيني، فضلا عن مبادرة الرئيس السيسي في 2021 بقيمة 500 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة. ولا ينتهي الدور الدبلوماسي المصري خاصة منذ العدوان الإسرائيلي على المدنيين في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية منذ 7 أكتوبر 2023، فصارعت مصر على الفور بعقد قمة القاهرة للسلام، فضلا عن الاتصالات واللقاءات المكثفة للرئيس السيسي مع رؤساء وزعماء العالم، هذا بجانب الوساطة المستمرة لوقف إطلاق النار وإعادة الإعمار وطرح الحلول الجذرية للقضية الفلسطينية بناء على حل الدولتين، كما لم يغيب دور المفاوض المصري الذي يبذل جهودا مضنية للتوصل لاتفاق ينهي العدوان ويضع حدا لمعاناة الشعب الفلسطيني. عدنا لحضراتكم مرة أخرى ذكرى 76 على النكبة. ضيفي في هذه الفقرة دكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس. أهلا بك. أهلا بك محمد. 76 سنة، أنا شخصيا تعبت، يعني أبويا عاشها وما شفناش حل. صحيح. وأنا عايشها، وأنا بقول لك عايشها وأنا أتعامل معاك، وأنا ما أقدرش يعني شعورك أنت الشخصي أساسا، يعني أنت عمرك، أنت نفسك عمرك مش 76 سنة. صحيح. فأنت ولدت وأنت تعيش أزمة مستمرة. صحيح. ومش شايف لها حل. احكي لي أولا عن هذه الحقبة التاريخية، واحكي لي عن الدور المصري فيها في الفترة دي. يعني بعد التحية لك مرة أخرى محمد ولكل السادة والسادة المشاهدين والمتابعين الكرام، 76 عاما بالفعل من نكبة فلسطين وضياع طبعا أولى القبلتين مثلت الحرمين، سيطرت هؤلاء الذين جاءوا من أصقاع الأرض طبعا بتشجيع وحماية من دول كبرى مثل بريطانيا، والتي رخصت لهم كل ذلك منذ وعد بلفور مرورا بالانتداب وقرار تقسيم 181 الذي شرعنا الاحتلال. وهنا وقع الظلم التاريخي ضد الشعب الفلسطيني، ليس فقط من وعد بلفور، أيضا من هذه المؤسسة التي ولدت لتحمي مصالح كل دول العالم اللي هي الأمم المتحدة، أصدرت قرار التقسيم 181 والذي قسم إلى 3 دولة يهودية على 52% من أرض فلسطين التاريخية، دولة عربية على 46% من أرض فلسطين التاريخية، و2% مدينة القدس مدولة دولية. الاحتلال في عام 48 احتل 78% من أرض فلسطين التاريخية، وصمت هذا العالم الذي شرعنا هذا الاحتلال، ثم عاد مرة أخرى بالاعتراف عام 49 بدولة الاحتلال بما احتلته عام طبعا 48، وهنا سقطت حتى الأمم المتحدة في قرار التقسيم 181. طب أنا يمكن من ضمن أنا كشخص، أنا أجدادي من ضمن اللي هاجروا من يافا عام 48، وعشنا طبعا هذه القصص مع أجدادي رحمهم الله،
ومع والد رحمه الله الذي كان يحدثنا عن جمال فلسطين وكيف طبعا كانت بالنسبة لهم مكان يعيش فيه بسلام مع كل الديانات، حتى لم تكن هناك حتى هذا التمايز في الديانات السماوية أو غير السماوية في فلسطين، كانت هناك حياة بشكل عام تعيش بطبيعتها والناس طبعا يعني تعيش في حياة مزدهرة بشكل عام. ثم جاء الاحتلال وأحدث كل هذه الحالة من الشرخ والدم. اليوم 76 عاما طبعا الإسرائيليين كانوا يتحدثون بشكل واضح الصهيونية أن الكبار سيموتون والصغار سينسون. طبعا الكبار ماتوا رحمهم الله والصغار لم ينسوا، بالعكس نحن نتورط جيل بعد جيل. يعني أنا على سبيل المثال لازال في منزلنا مفتاح اللي طبعا منزلنا قبل أن تهدم منزلنا مفتاح الذي ورثناه عن جدي عن منزله في يافا أبو كبير. هذه الصورة النمطية غزة على سبيل المثال، يعني هم توقعوا ان انتوا هتنسوا بالضبط كجيل جديد، انما هم الوقت بيواجهوا المشكلة والأزمة الحقيقية وهي ان الشعب الفلسطيني لم ينسى أرضه، لم ينسى القضية وتوارث ال- 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 التاريخ بتاعها وتاريخ ارتباطه بالأرض بالضبط جيل بعد جيل. ده اللي هيقودني بقى معاك للفترة الحالية. فاكر لما احنا اتقابلنا قلت لي هم بيراهنوا غلط؟ صحيح. احنا مش هنسيب أرضنا؟ صحيح. هل ده جزء من هذا التوارث؟ بالتأكيد. يمكن غزة، وهي اللي كنا بنتحدث عن الدور المصري بصراحة، لأنه احنا ونحن نتحدث لما نتحدث عن دور المصري أصلا في فلسطين، مصر تدرك أن فلسطين هي خط المواجهة الأول لحلم الصهيونية اللي حتى لا زالت في خارطتهم الرئيسية. يعني لو دخلت الكنيسة الإسرائيلية الخارطة الرئيسية موجودة هي دولة إسرائيل الكبرى التي تمتد من النيل إلى الفرات، لا زال في حلمهم رغم تراجع فكرة. يمكن أنا لا يتفق معي كثيرون من الفلسطينيين، ولكن وقد لا يتفق معي مصريين أو عرب، أن الرئيس السادات عندما ذهب إلى اتفاقية كامب ديفيد هو كسر هذا الحلم، كسر حلم الصهيونية الكبرى عندما لأول مرة ينسحب من أراضي احتلوها ولأول مرة يتراجع هذا الحلم بدل من التوسع للانكماش. كانت هذه فلسفة محددة البعض لا تعجبه، لكن حقيقة الأمر أن رئيس السادات رحمه الله كسر هذه الفلسفة. لكن كما أشرنا مصر قدمت تضحيات جسام في للدفاع عن فلسطين، وكانت تدرك أن فلسطين هي خط المواجهة الأول وأن الحلم الصهيوني سيتسع. لذلك كانت حرب 48 ارتقى آلاف من الشهداء من طبعا العرب بشكل عام ومصر بالتحديد التي كانت طبعا أنها أكبر دولة في المنطقة، بالتأكيد طبعا سيكون مشاركتها أكبر. فلسطين على حدودها الجغرافية، فبالتالي الجغرافيا السياسية تفرض جهد أكبر. في عام 67 في حرب 56 ما تحدث العدوان 56 في كل هذه المراحل حتى حرب 73 التي كسرت شوكة الاحتلال، وهي كانت تخوض حروب لأنها تدرك أن الاحتلال هو مطمع التوسع بشكل كبير جدا. يمكن لن ننتقل من الماضي إلى الحالي، يعني لنكون بما يعيشه الجيل الحالي. اليوم في هذه الحرب أولا غزة على السريع التي تواجه الآن عمليات النكبة الجديدة في ظل 76 عام من النكبة، من 65 إلى 70% من سكان قطاع غزة أصلا لاجئين، يعني دويهم أجدادهم جاءوا من مناطق مختلفة، جزء من المناطق قريبة لغزة وجزء من مناطق الساحل الممتدة حتى يافا. هؤلاء الذين جاءوا إلى إلى غزة يدركوا أن عودة سيرورة النكبة مرة أخرى غير واردة في حساباتهم. يمكن أنا دائما هذا طبعا اعتراف بالحق، الموقف المصري من الأيام الأولى الحرب ماذا قال نتنياهو؟ قال يجب أن يغادر الفلسطينيين قطاع غزة باتجاه مصر، وردد ذلك وزير حربه جالنت، وردد ذلك رئيس هيئة أركانه هرساليف. مصر ماذا قالت؟ قالت نحن لن نسمح بشطب القضية الفلسطينية من خلال التهجير القسري ثم لاحقا أكملت الطوعي، وهذا له دلالات. هذا طبعا بصراحة صلب الموقف الفلسطيني، يعني لو كان هناك نسبة تردد قتل هذا التردد. وأنا أتواصل مع أهلي في غزة، قالوا لي كثيرون منهم يعني أهلي وأصدقائي نحن لن نذهب إلى سيناء، لو ذهبنا إلى سيناء سنحدث النكبة الجديدة التي ستنتهي القضية الفلسطينية للأبد، وبالتالي نحن نحترم أهلنا الذين تحملوا الموت والخوف في فلسطين عام 48 وظلوا هناك، واليوم أصبحوا قرابة 2 مليون شوكة في حلق الاحتلال. نحن لن نخرج من هذه الأرض، سنبقى في هذه الأرض وسنستمر في هذه الأرض. لذلك أخي محمد وأنت ترى حجم القتل في غزة وحجم الصمود الذي يواجهه، يعني أنت اليوم تتحدث عن 1.5 مليون فلسطيني يزيحوا على الحدود المصرية، لم يجتازوا الحدود، لم يقترب منها، بل بالعكس البعض كان يقترب ليتسامر مع الجنود المصريين
ويتحدثون عن يعني شفنا الفيديوهات والشباب المصري كان بيعدلهم الخراطيم الميه ويشحنوا الموبايلات ولم يفكر اي منهم ان يشاهد هذا هذه الجدار هو مش عايز يسيب ارضه بالضبط. هذه التجربه اللي صقلت لكن ايضا كما اشرت ان الدور المصري القياده المصريه على لسان سياده فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي والقياده المصريه قالت بشكل واضح التهجير القسري والطوعي مرفوض لان حتى لو جيت الى سيناء ويمكن تحدث بشكل عام ان هذا سينسف عمليه سلام لكن انت اذا ازحت كتله سكانيه الى سيناء ايضا حضر الامريكان فهذه الكتله السكانيه انا لا استطيع ان امنحها ان تقاتل الاحتلال اذا اتفاق السلام انتهى لانه لن اسمح لك ان تضرب ارضي وهذا كان له دلالات لمن يعلم بالسياسه لكن هذا صلى من موقف الفلسطيني الذين اصروا ان يبقوا في فلسطين ويتحملوا عمليه الموت. اليوم بشاعة المظهر يمكن في منذ عام 22 حتى عام 47 كانت هناك تنشط منظمات يهودية مثل هاجانا إتسل ليح وغيرها منظمات الصهيونية اللي كانت تقتل الفلسطينيين جزء منه يضطر أن يهرب لأنه ما ليس لديهم من يحافظ عليه جزء على أمل أن يعود كما وعدهم العرب بعد أسبوعين ثلاثة أخذ مفاتيحه بعض حاجاته وترك باقي منازل جزء صمد في هذا الأرض وتحمل المعاناة كما أشرنا. طب اليوم هذا المشهد اللي عاشه الفلسطينيين في تغريبتهم الاولى عام 48 هو ده جزء من دعمهم الشخصي لنفسهم وتاكيد ان احنا لا مش هنمشي المره دي لان اللي حصل ده لا يجب ان يتكرر بالضبط لن يعني طيب. بالضبط وده بالضروره بيقودنا الى الدعم المصري ليس فقط الدعم الاستراتيجي والمعنوي والسياسي ولكن ايضا المليون ونص دول كانوا معتمدين على خط الحياة القادم من معبر رفح المصري صحيح صحيح يعني أنا يمكن لو انتقلنا إلى الموقف المصري في موضوع الشعبوي والرسمي في موضوع الدعم المساعدات إلى غزة دائما نقول ممكن تحدثنا كثيرا في هذا الأمر عندما أزيحت الكتلة السكانية إلى منطقة رفح والناس تمسكت في أرضها في رفح في اليوم الأول للحرب كان البيان الخارجي الأول أن حمل الاحتلال مسؤولية أحداث 7 أكتوبر وهذا اللي أغاز الإسرائيليين بصراحة كل محاولات جدا أغاضهم كل محاولات الإسرائيليين تارة في محكمة العدل الدولية يتهموا مصر أنها أغلقت المعبر ونحن بالتفاصيل نعيش ده لسه امبارح مطلعين بيقول لك مصر هي اللي أغلقت معبر رفح بالضبط ولا بيقول لك افتحوا وافتح الجدار وافتح الحدود يعني حجم الوقاحة اللي لا زال يعيشها هؤلاء المتطرفين داخل دولة الاحتلال ينم على إما هم منفصلين عن الواقع أو أنهم يستخفوا بكل شيء. طب اليوم نتحدث عن في اليوم الأول للحرب بدأت الحرب أول 150 شاحنة بتقرير رسمية هي كانت شاحنات من مصر من الشعب المصري ومن الحكومة المصرية يعني حتى النجوع والقرى جمعت تبرعات للشعب الفلسطيني قد لا يكون لديه غذاءه لليوم التالي هو تقدم نصف غذاءه للشعب الفلسطيني وهذا بصراحة كرم تعودناه من الشعب المصري. طب اليوم هذه الشاحنات اللي وقفت على الحدود لم يستطيعوا إدخالها لأنه الإسرائيليين رفضوا. مصر لأول مرة نتحدث عنها معك استخدمت الدبلوماسية الخشنة قالت نحن لن نسمح للأمريكان مش لغيرهم بخروج الرعاية الأمريكان والأوروبيين وغيرهم من قطاع غزة إلا بإدخال المساعدة. وبالفعل بعد هذا الموقف أقل من أسبوعين تم السماح بإدخال المساعدة صحيح أن الكميات قليلة ولكن مصر قالت لن نسمح بجوع الفلسطيني. البعض طبعا يقول بالإمكان إزاحة طبعا من لا يدرك خطورة أن تفتح الحدود يقول ذلك لأنه لو فتحت الحدود طبيعة هذه طبيعة بشرية قد نجد الناس تذهب باتجاه وكانها تأتي للتسوق من مصر وتعود كما حدث عام 2008 لكن هذا سيكون بمثابة إزاحة كبيرة جدا للكتلة السكانية من غزة إلى مصر ولذلك كانت مهم جدا أن تبقى الحدود مغلقة لضمان عدم يعني لو حد احنا محضرين فيديو جراف كده للجهود المصرية لمنع تصفية القضية بالزبط. الفلسطينية نشوفه مع حضراتكم ونرجع تاني.
احيانا عندي خبر عاجل ايضا ضمن هذه القضية، ده بيوريكوا قد ايه عمق الغل والوحشية الإسرائيلية، ليس فقط من الحكومة ولا من الجيش الإسرائيلي، مستوطنين كمان إسرائيليين اللي مزروع الغل في قلبهم، اللي مزروع الوحشية في قلبهم والكراهية في قلبهم. ونقلا عن الزميلة القاهرة الإخبارية، مجموعة من المستوطنين هجموا شاحنات مساعدات جاية منين بقى؟ تتجه من الضفة الغربية المحتلة إلى قطاع غزة. بصوا الضرب، بصوا اللي بيحصل، بيمنعوا هذه المساعدات البسيطة والقليلة. خدوا بالكم ان انت عشان تطلع من الضفة وتعدي الى قطاع غزة لازم هتعدي في الاراضي اللي بيطلقوا عليها الاراضي الاسرائيلية. ده هو طلع في قلب الضفة، المستوطنين خرجوا من المستوطنات وهاجموا هذه الشاحنات ولا يودوا اكل للناس دي، الحاج السرقوم يا. وبالتالي انت امام واقع، انا بالنسبه لي هو دمر النظام العالمي. يعني هو النظام العالمي كده بالشفا خلاص، صحيح هو يمكن الحرب هذا محمد كانت كاشفه ان النظام العالمي طبعا بلا قيمه بلا تاثير، وعندما يتعلق الامر بالاحتلال الاسرائيلي يصبح عاجز. يعني اليوم تحدث عن 8 شهور من هذه الحرب، 222 يوم، نقترب على نهايه 8 شهور. ويمكن في البدايه قلت لك يمكن في اول حلقه كنا تحدثنا عن الحرب، اخي محمد قلت لك الحرب قد تستمر عام بالحد الادنى. انت كنت معايا فعلا هنا البعض استغرب بالحد الادنى عام والحد الادنى، انا استغربت بالضبط. فحتى اليوم 8 شهور من هذه الحرب ونرى هذه البشاعه من هؤلاء. يعني اليوم نتحدث عن غذاء يدخل بالامس بعد معاناه، يدخل قرابه 56 شاحن عن طريق معبر رفح باتجاه كرم ابو سالم الى طبعا، رغم ان احتياج الضفه طبقا ل الإحصائيات غزة، أنا آسف، بتبقى للإحصائيات بتاعت المنظمات الدولية على الأقل 350 شاحنة يوميا، وكان يدخلها قبل ذلك 800-900 شاحنة يوميا قبل الحرب. وهلا لأنه بتعرف في جزء منه مش غذاء فقط، تجارة وحاجات يعني مستلزمات الحياة. أنت اليوم هذه كل مستلزمات الحياة التغت، يعني بنسميها حاجات استهلاكية الزيادة التغت. اليوم كل تركيزك كيف تدخل تؤمن مأكل في غزة ومشرب في غزة فقط، يعني باقي الكماليات مش مطلوبة في غزة. يعني الملابس لم تعد تدخل غزة، احتياجات الطفل الخاصة لم تدخل، احتياجات المرأة الخاصة لم تعد تدخل غزة. وبالتالي أنت الآن كل همك تدخل دقيق، رز، بقوليات، معلبات، حتى أكل بس أقل قليل، أكل ومياه. وبالتالي لأنه لا، حتى مياه الشرب لم تعد طبعا، كميات قليلة جدا الموجودة. وحتى عند الاحتلال حاول أن يصلح خطوط بالابتزاز. اليوم الكتلة السكنية يعني حسب التقارير تم خروجها من رفح، واليوم الاحتلال يصل قرابة نصف رفح بنظرية بقعة الزيت. هو الآن فيش ضجيج باتجاه اجتياح رفح، وهذه الفلسفة اللي عملها الاحتلال. اليوم قال نحن سندخل رفح، وقيل أنها عملية محدودة، وبدأت مثل بقعة الزيت تتسع بشكل تدريجي، حي جنين، حي السلام، الشوكة، معبر رفح، ثم بدأت تتدرج حتى بالأمس وصلت إلى شارع صلاح الدين، هو الشارع الفاصل الذي يفصل بشكل أساسي شرق رفح عن غرب رفح، يعني في عمق تقريبا 6 كيلو. عايزك تصف للمشاهدين رفح حجمها قد إيه كمدينة. كمدينة طولها من البحر حتى السلك الشائك بينه وبين الاحتلال الإسرائيلي قرابة 14 كيلومتر في عرض مدينة رفح في عرض تقريبا 5 كيلو، يعني في مجملها من 60 إلى 70 كيلومتر، هذه كل مساحتها مربع. الآن الاحتلال عند وصوله إلى معبر رفح كانت المسافة التي قطعها من الحدود إلى معبر رفح قرابة 3 كيلو ونص، اليوم امتد اقترب إلى قرابة 6 كيلو، يعني أيضا مشى أو زحف بدباباته وجنوده قرابة 2 كيلو ونص في حتى وصلوا شارع صلاح الدين في عمق تقريبا نصف رفح. الآن الكتلة السكانية تزاح باتجاه تل السلطان والمناطق الحدودية البحرية لرفح، وهذه المناطق اللي الآن تزاح بها هذه الكتلة. غادر رفح منذ بدء الحرب بالتقدير الأولي من نصف مليون إلى 600,000. إلى أين ذهبوا؟ جزء ذهب إلى خان يونس، مناطق طبعا منازلهم مهدمة ومناطق خراب، جزء ذهب إلى المعسكرات الوسطى، هي الزوايا، دي المغازي، دير البلح، النصيرات، هذه المناطق اللي بالأمس. الاحتلال ماذا يفعل؟ الآن الضجيج باتجاه أن رفح، ولكن يقوم في هذه الفترة السبع أيام الماضية عمليات في جباله، عمليات في منطقة الزيتون في غزة، عمليات في اغتيال في النصيرات. يعني أول أمس ضرب منزل استشهد فيه قرابة 40 فلسطيني في ضربة واحدة، في جباليا عشرات، في غزة
إذن هو الناس نظرها أو العالم ينظر باتجاه رفح، وأن العملية في رفح لا زالت صغيرة، ويمارس عملية القتل في مناطق مختلفة في قطاع غزة، في كل منطقة حتى ما فيها الضفة بيتم دمها. هذه هي الضفة موضوع ثاني وصراع آخر، هو صراع أساسا في الضفة والقدس. غزة لم تكن في حساباته منطقة الصراع والاحتلال لغزة. أخي محمد كنا نتحدث خارج الهواء، هو غدا وعينه أن يرحل ويصف القضية الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس، والكتل الاستيطانية اليوم في الضفة الغربية والقدس، يعني نصف مليون مستوطن أو 600,000 مستوطن في قلب الضفة الغربية، ويصادروا أكثر، هم يضعوا يدهم على أكثر من 80% من الضفة الغربية، أكثر من 80%. يعني لو تحدثنا مناطق سي 60% هي تحت الإدارة المالية الأمنية عفوا والإدارية الإسرائيلية، ومناطق بي اللي قرابة أكثر من 22% هي تحت السيادة الأمنية الإسرائيلية والإدارية الفلسطينية، ومناطق اللي هي تقرب من 16 إلى 18% تحت الإدارة الفلسطينية، وهو يعتدي عليها أيضا. وكان كل همه أن يطرد الكتلة السكانية من الضفة الغربية باتجاه الأردن، لكن لذلك قلنا أن تصليب صمود في غزة هو لمنع الهجرة من غزة. لو نجحت الهجرة في غزة فعلى الضفة الغربية السلام والقدس، خلاص كل يعني انتهت القضية الفلسطينية. لذلك كانت، خليني علشان الوقت بتاعنا نعود مرة أخرى إلى وماذا بعد. الأمم المتحدة الدولة الوحيدة اللي واقفة قدام العالم كله لمنع انضمام فلسطين رسميا إلى الأمم المتحدة كدولة هي أمريكا. يعني أنا أعتبر أن يمكن اعتبرنا أنه انتصار دبلوماسي أن تقرر الجمعية العامة ب 143 صوت منح فلسطين، يعني حتى مش منح، التوصية بالذهاب إلى مجلس الأمن، لأنه مش صلاحيتها بالنظر في منح فلسطين عضوية كاملة. طب لنعتبر نحن حصلنا على العضوية كاملة، أنا لا أستخف هذا الأمر، هو مهم جدا، لكن هي بداية لصراع طويل قد يمتد على سنوات من أجل قيام هذه الدولة. نحن سنأخذ شرعية لأن العالم ظالم، العالم الذي رأينا يحرك جيوشه للدفاع عن أوكرانيا الآن أمام هذا المشهد لا يتحدث حتى عن وقف هذه الحرب ضد شعب أعزل. وحروب الإبادة الجماعية، يمكن حروب الإبادة الجماعية التي مرست ضد الشعب الفلسطيني في أربعينات وثلاثينات القرن الماضي، لم تكن هناك كاميرات ولا ميديا ولا من ينقل الصورة. اليوم ما سجلوهاش إن هي جينوسايد. بالضبط، سجلوا اليهود في الهولوكوست اللي مش موجود غير صور عندهم، واللي عدد من استشهدوا فلسطينيين يفوق من قتل من الهولوكوست عشرات المرات. ورغم كل ذلك يعني بالأمس جاك سوليفان قال حتى لا يوجد لدينا دليل أن هناك تمارس إبادة جماعية، ولا يريد أن يرى أن مقابر جماعية في غزة، في خان يونس وجدوا مقبرة جماعية 301 فيها، في مستشفى الشفاء أكثر من 500 شهيد دفنوا أحياء، في منطقة جباليا. كل هذه المشاهد لا يريدها، حتى أعداد الشهداء هو لا يريد أن يقتنع بها، يقول هذه المعلومات مضروبة مضاربة. إذا CNN نشرت في نشرة أخبارها 14,000 صورة للطفل الفلسطيني، وهي وكالة أمريكية، وكانت من ضمن الوكالات التي أي أصلا هي تدور في فلك الصهيوني. ورغم كل ذلك لم تستطيع الصمود. واليوم الحراك الطلاب في الولايات المتحدة الأمريكية ماذا حركوا؟ حركوا الإعلام الحر الذي لعب بطريقة استغل نسميه رغم كل التعمية، استغل الثغرات الرقمية، نتمكن من السوشيال ميديا. السوشيال ميديا بالضبط، على التيك توك. اليوم التيك توك يمارس حرب. يمكن عجبني اليوم مقال كتبه أحد الكتاب في الأهرام عن صراع التيك توك في أمريكا، بيقول لك هذه المنصة لوحدها أحدثت إزعاج لبلينكن لبايدن طبعاً، وللديمقراطيين بشكل كبير جدا، وتخسر شعبيته. اليوم العالم هذا ينتقل من الطلاب إلى عالم الفن في أمريكا، المهم بالنسبة كثيرون جدا، سحب المتابعات. يعني اليوم العالم كثيرين ليس من العالم العربي، من كل الأحرار في العالم يسحب فقط المتابعات لشركات ولمفنانين ولشخصيات سياسية وشخصيات أخرى في العالم من المؤيدين للاحتلال الإسرائيلي، بدأ يؤثر بشكل أو بآخر. لكن نحن عندما نعود إلى المجتمع الدولي، نحن ندرك أخي محمد أن هذا المجتمع الذي ظلمنا منذ عشرات السنين قبل النكبة هو لن ينصفنا بشكل أو بآخر، هو لا ينصف الضعفاء. لكن لذلك أنا أأمل أن نكون بالفعل كعرب نستطيع أن نثق في ذاتنا، نحن نستطيع أن نفعل كثيرون، ليس فقط كعرب لوحده، عرب الذين أصدقاء في العالم كثيرون. يمكن مهم جدا، ونحن على أعتاب طبعا غدا قمة المنام، أن ينظر العرب إلى ثقلهم. أنا أقول لك أن نحن لدينا ثقل كبير جدا. هذا الفصيل الفلسطيني الواحد أو الشعب الفلسطيني اللي يقاتل في غزة هذا جزء من هذه الأمة، وهذا جزء من شموخ الأمة وقوتها. هذه الأمة التي كسر على شوكتها كل الغزاة بالتاريخ، أين المغول، أين التتار، أين الصليبيين، أين كلهم انتهوا. ولكن لذلك بإمكاننا أن ينتهي هذا الاحتلال وصلفه
إذا أصبحنا كعرب كتلة واحدة. اليوم أنا حزين أنه حتى الآن لم نستطع أن نشكل وحدة عربية حقيقية، اتحاد أوروبا ثقافات مختلفة. لا ما هو إحنا هناك وحدة عربية بشكل أو بآخر، ولكن أنت تتحدث على تكامل اقتصادي وغيره وغيره في كل المجالات. بالأكيد هي أحد أحلام الدول العربية، ولكن سؤالي الأخير وسريعا، هل تتوقع أن تتغير اللغة التي سيستخدمها الزعماء العرب غدا بسبب ما يحدث في غزة؟ أتوقع؟ لا بصراحة أنا لا أتوقع، أتمنى. تتمنى؟ أتمنى لكن لا أتوقع للأسف الشديد، وما أخشى أن تقدم مبادرة عربية معدل المبادرة العربية للسلام كما نوقشت في السداسية العربية، تتحدث عن تعديلات في الحدود، دولة منزوعة السلاح، في ظل نحن نقدم عرض سخي في ظل وجود يمين متطرف في دولة الاحتلال. اليوم نتنياهو قطع على الجميع عندما قال نحن لن نعترف بالدولة الفلسطينية. دكتور أيمن رقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معايا في هذه الفقرة. بشكر حضراتكم على المتابعة، هنكمل مع حضراتكم بكرة بإذن الله، وهنتابع معاكم ماذا يحدث في اجتماعات القمة في البحرين الحالي اليوم.